السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج سليم عودة الكائن في الزرقاء منطقة الغويرية. اليوم هو الثلاثاء الموافق 13/1 لعام 2009، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestine.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. حجي، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى نقل صورة عن الحالة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما أسئلة القسم الثاني فتهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. أهلا وسهلا. الله يحييك يا حجي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حجي، نباشر بأسئلة القسم الأول؟ نعم. نباشر بالأسئلة؟ تفضل. تعطينا اسمك الكامل يا حجي؟ نعم. اسمك الكامل؟ سليم مصطفى يوسف عودة. الله يحييك يا حجي. مواليد أي سنة حجي؟ وين؟ 25. بأي بلد؟ سفلى. بالسفلى. اه حجي، والدك شو اسمه الكامل؟ والدي؟ نعم، اسمه مصطفى يوسف عودة عليه رحمة الله يا حجي. والدتك؟ والدي؟ والدتك شو اسمها؟ والدي اسمها صفية سالم خليل. من القرية هي حجي ولا من؟ لا من وين؟ بلد اسمها دنبة. دنبة. اه طول كرم هاي دنبة ولا لا؟ نعم طول كرم. لا هذه دنبة الخليل. كذا غزة، كذا خليل. لا كذا الرملة بعيدة. طيب. عنا يمكن 25 كيلو. عظيم حجي. اه حجي، توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك؟ اهلا وسهلا ومع كل احترام. الله يحييك يا حجي، بارك الله فيك. حجي، شو اسم قريتك؟ نعم. قريتك شو اسمها؟ السفلى. السفلى. اه تعرف عمي ليش سموها السفلى؟ نعم. عندك معلومات ليش سموها السفلى؟ والله انا بسمع ان باكي جد واحد اسمه سفلعين. نعم. فلما ظهرت القريه سموها السفلى. هذا السفلعين يعني لاي عصر بعود يا حجي؟ نعم. سفلعين لاي عهد بيرجع؟ والله ما بعرف. العهد الروماني مثلا حجي؟ اه. طيب حجي. عدد سكان السفلى قبل النكبه حجي تقريبا؟ يعني 80 نفر. 80؟ ما كانوا 100 يعني؟ نعم. أقول ما صاروا لمية قبل النكبة؟ ما طلعوا للمية؟ أحكي 80 شخص فقط؟ ها؟ 80 شخص؟ ها. عظيم يا حجي. ها. طيب حجي، لأي مدينة كانت تتبع قريتك؟ كانت كضانة؟ نعم. الرملة في الأول؟ نعم. بعدين حولونا لبيت لحم. بعدين؟ ها يمكن في 45 الله أعلم حولونا لبيت لحم ولا للقدس يا حجي؟ للقدس. طيب حجي، القدس. ها؟ القدس كم كيلو بعيد عنكم؟ والله في يمكن 30 كيلو. بأي اتجاه يا حجي؟ القدس؟ نعم. لشامش من عن كريتنا. شرق شمال؟ اه بالله حجي، كم كيلو تقريبا؟ يمكن 25. حجي يمكن يكون أقل من هيك حجي. نعم ممكن يكون أقل من 25.
يعني بحدود 15، بين 10 إلى 15 يعني. والله انتوا لما كنتوا تروحوا لها ماشي على الأقدام ولا بالسيارة؟ لا كنا نطلع في الترين. في الترين؟ في الترين يوصلنا. نعم. طيب حجي، إذا بدنا توصفنا القرية كيف كانت؟ هي منطقة جبلية ولا منطقة سهلية؟ جبلية. جبلية وعرة ولا جبلية يعني؟ من الشام جبل، ومن الكبلة جبل، ومن غربه جبل. جبال كلها. احنا بين ثلاث جبال. نعم. كان الانجليز زارعين حراش. نعم. كان الانجليز ينزلوا القرية يعطوهم سنة لأصحاب القرية، إذا زرعوها ما يزرعوهاش. احنا بكينا كلال شوية زي ما نقدرش نعمر يزرعوها. شايف؟ زرعوها حراش، المهم بين ثلاث جبال. طيب يا حجي، المناطق السكنية، البيوت، بيوتكم كانت على الجبل ولا في سفح الجبل؟ يعني سهلة، تطلع تقريبا نص كيلو مربع هيك. شايف؟ مش زمان، مش زي اليوم، كل واحد غرفة. نعم. يمكن كل 10 في غرفة. شايف؟ عظيم حجي. بس انا بدي احكي عن الارض شويه. الارض كانت وعره. التربه شو كانت يا حجي؟ التربه كانت سمرة. طيب اهل القريه، والدك واقاربه، كانوا ساكنين في المناطق الوعره ولا مثلا اختاروا مثلا منطقه سهليه؟ القريه تبعتنا. نعم. شايف؟ في نشامه بين كبل الجبل شوية سهل، ومن كبل برضه شوية سهل، كان يزرعوها. نعم. سنة كمح وسنة إذرة بيضة. نعم. شايف؟ وعشانهم إكلال شوية عايشين. شايف؟ طيب بقوا يكشوا من الجبال شجر ويسووا لتون. راح نحكي في اللتون بعد شوي يا حجي. نعم. راح نحكي عن اللتون. طيب حجي بدي اسالك، كان وديان حواليكم ما دام في عندكم جبال؟ بلاد؟ وديان. شو الوديان اللي كانت عندكم يا حجي؟ تفضل. من كبلة. نعم. الجنوب. من الجنوب. واد سعيد يسموه. نعم. واد سعيد. ومن الجانب الثاني مشامة. واد الدلبة اسمه. وادي الدلبة، في عين اسمها الدلبة، بس يسموه عين الدلبة. عظيم. في وديان غير هذا؟ هؤلاء وديان غدين، واحد من هان وواحد من هان بس. طيب يا حجي، هذا الوادي الجنوبي، وادي سعيد، بأراضي القرية ولا خارج أراضي القرية؟ هذا يا سيدي كان ينزل من الجنوب في مغارة اسمها مغارة التومين. مغارة فيها أثرات قديمة، يعني كانوا اليهود يجون منين مكان يزوروها. شايف؟ طيب حجي، هذا شو اسمها المغارة؟ اسمها وادي التومين. تومين؟ وادي التومين. طيب هذه وسحة من جوه يمكن نص كيلو هيك. نعم. شايف؟ كل الزوار يجوا عليها. عظيم حجي. طيب خليني أسألك عن الوادي يا حجي. الوادي جاي من الشرق للغرب؟ من الشرق للغرب. للغرب. طيب جريان المي في هذا الوادي يا حجي؟ نعم. جريان المي في الشتاء فقط ولا في الشتاء وفي الصيف؟ وبرضه في الشتاء الكوي. وادي الدلبة نفس الشيء يا حجي؟
وادي الدلبة. البرطة في في الشتاء؟ في الشتاء بس، أما في الصيف فيش. شو أعماق هذه الأودية يا حجي؟ عميقة هذه الأودية ولا؟ نعم. الأودية عميقة ولا عمق عادي؟ يعني من هن جبل شوية ومن هن جبل، وهي في النص. طريق، طريق في الواد. عظيم. طب عريض هذا الوادي يا حجي؟ الوادي الوادي الجنوبي عريض؟ لا، يمكن 300 متر بس. 300؟ عريض بكون. بكون عريض حجي. طيب والوادي الشمالي حجي، نادي وادي دلبة نفس الشيء؟ نفس الشيء. نفس الشيء. طيب حجي، هذه الأودية كانت تترك غدران ولا كانت الماء تروح؟ لا لا، بعد فترات فيها جوران بسطات، يعني تعرف احنا من كثر المطر الحمد لله كان في جبال يمكن جوره في في الصخر. مظبوط. كل عيال الغنم ومش عارف شو يشرب من الجبال. نعم. الصخر بيبقى حفره زي هذه خلقه ربانيه. نعم. طب حجي، كان في شلالات او جداول مياه؟ لا، غير هذول. غير هذول الودان. لا، هذول غير هذول. ممتاز. طب حجي، هذه الاوديه كان ينبت على اطرافها دفله مثلا قصيب؟ شجر اسمه شجر بلوط. بلوط. يبقى في الجبال ضفاف الوديان. في الجدار. طيب حجي، لما كانت المية تطوف كيف الناس كانوا يقطعوا الوادي؟ كان في جسور على هذا الوادي؟ لما كان ايش؟ كان في جسور على هذا الوادي؟ جسور؟ جسر؟ لا لا لا، ما في. لا لا، ما فيش. طيب حجي، بدي اسألك عن حدود القرية. حدود القرية؟ من القرى العربية. شو كان حدكم من الشمال يا حجي؟ يعني جبال ولا لا، قرى، قرى عربية. قرى اسم من الشمال. نعم. بلد اسمها دير الهوى. عظيم. كم كيلو بعيد عنكم دير الهوى؟ كثير يا حجي؟ في يمكن كيلو وشوية. نعم. من الجنوب يا حجي؟ من الجنوب يا سيدي بلد اسمها التنور. التنور؟ التنور. هذه كرية أصلها من بيت عطاب. هذه عمي التنور، هذه فيها واد وفيها كانوا ساكنين. هذه الجنوب شرق القرية. من شرق؟ لا، جنوب شرق. نعم، بيت عطاب. بيت عطاب من الشرق يا حجي؟ لا، هي التنور قصدي يعني. طيب، بيت عطاب شرقا حجي. شرق. كم كيلو بعيد عنكم؟ لا، فيش نص كيلو. طيب حجي، علار حجي، علار بين التنور وبين بيت عطاب. بين التنور؟ بين التنور وبين بيت عطاب. نعم. طيب يا حجي، للغرب شو كان بحدكم؟ بلد اسمها جراش. جراش ولا جرش يا حجي؟ لا، جراش. 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 ممتاز. هذه يمكن في كيلو نص بعيد عنا. حجي، بدنا نعتمد عليك. ها؟ بدنا نعتمد عليك نخرط، نغير اسم القرية هذه في الخارطة. بدنا نعتمد عليك نغير اسم هذه القرية في الخارطة. مكتوبة في الخارطة جرش. هي جراش؟ جرش لا، ما كفاش. بس جراش. بس. عظيم. كم كيلو بعيد عنكم جراش؟ كيلو نص. طيب ديربان بعيد عنكم يا حجي؟ ديربان منها وشمال. منها وشمال. كم كيلو بعيد عنكم ديربان يا حجي؟ كثير. ديربان؟ نعم. زي جراش، كيلو نص. عظيم. طيب يا حجي، بدي اسألك عن المستعمرات اللي كانت قريبة أو في محيط قريتك. اليهود؟ نعم. بلد عصيون. كفار عصيون؟ بعيدة عنكم يا حجي كفار عصيون؟ والله في يمكن 3 كيلو. مش بعيدة معنا. في غير كفار عصيون يا حجي؟ بيت فار؟ غير كفار عصيون. شو كان في غير كفار عصيون؟ كرية اسمها عرتوف.
حد ربان. نعم. يهود. برضو يهود. وإذا بتسمح أخرفك عنها. خرف لما راحت عصيون. نعم. عرتوف رحلوا في الليل ما حدا يدري عنهم. اليهود. شردوا. نعم. شايف. هذه عصيون رحنا طوفناها. من الجبال نطخ. طيب شو رأيك تأجل؟ نطخ عليها. شو رأيك تأجلوا هذا الحديث لمرحلة قادمة؟ نعم. نأجل هذا الحديث لمرحلة قادمة يا حاج. على خاطرك. طيب يا حاجي أنا أكون بدي أسألك عن هذه المستعمرات كفر عصيون ومستعمرة عرتوف. كيف كانت العلاقة بينك وبينهم يا حاجي؟ فيش علاقة بيننا وبينهم. يعني بيننا وبينهم أي علاقة. طيب حاجي تتذكر شو كانوا يحكوا لغة مستعمرات؟ مستعمرة كفر عصيون. اليهود اللي فيها كانوا يحكوا لغة عربية حجي؟ كان يحكوا عربي عادي. وعرتوف لأنهم جوارهم عرب. نعم. وكبت الحوادث. نعم. بيننا وبينهم كنا عادي حكي وعشائر وكل شيء. عظيم. تعلموا عربي زينا. طب هم عربي حجي بالأساس؟ اليهود. أشكالهم عربية اليهود اللي كانوا عندكم في عرتوف أو في كفر عصيون كانوا عرب ولا كانوا أجانب يا حاج؟ أجانب. من وين هم حاج؟ من الله ما بعرف. أشكالهم حاج كيف كانت؟ أشكالهم عربية يعني ولا أشكالهم؟ لا والله يختلفوا عنا. نعم. كانوا بعد فترات حمار يبكوا في وجوههم ومش عارف شو. يعني على الأغلب سحنتهم مش عربية يا حاج. طيب هذه العرتوف وكفر عصيون قديمة هذه المستعمرات يا حاجي؟ من حد نخلقنا هن زي ما هن وهن موجودات. والله. طب تتذكر بنائهم شو كان يا حاجي؟ نعم. البناء تبعهم العمار كان بناء جاهز ولا حجر ولا بطون؟ بناهم؟ نعم. بناهم كان يجيهم شقف جاهزة ويركبوهم ويسكن في بناء جاهز يعني. عظيم. طيب يا حجي كان في بينك وبينهم علاقة تجارية يعني تشتروا من عندهم ويشتروا من عندكم مثلا؟ كنا نشتري. شو الاشياء اللي كان يعني يحتاجوه من عندكم والعكس شو انتم تحتاجوا من عندهم يعني؟ يعني بدي اقول لك الشيء قبل الحوادث كله قبل الحوادث يعني. زي نسهر مع بعضنا ونتقرف وفلحوا مع بعض شايف فلاحة نزرع زرع كمح وهم يزرعوا ابدا يعني بيننا وينهم ما فيش شيء بس ابدا يعني صارت الحوادث. طيب يعني تتقطعنا بعضنا. عظيم. حجي بتتذكر مختار كفار عصيون؟ نعم. اسم المختار مختار كفار عصيون تتذكره؟ شو مالهم؟ تتذكر اسم المختار مختار كفار عصيون؟ لا والله ما بتذكر. ولا عرتوف؟ ولا عرتوف. طب تتذكر اسماء من اليهود اللي كانوا في هذه المستعمرات يا حجي؟ نعم. تتذكر اسماء؟ تعرف اسماء بشكل شخصي؟ والله يعني نسيتهم صحيح. حاول تتذكر يا حجي. نعم. حاول تتذكر. والله تذكرت ما هي جايبه ولا واحد. طيب ما كان لك مثلا معارف انت شخصيا من بينهم حجي ما دام كانت العلاقه جيده وكويسه ما كنت مثلا تروح العلاقه؟ نعم. انت شخصيا ما كان بينك وبين حدا منهم علاقه معرفه؟ والله عادي بس يعني علاقه كثير كثير مش هالكد. نعم. عباره لما نشوف بعضنا نرد السلام بس هيك. طيب اللي كان يجي مثلا عمي يشتري من عندكم حليب وبيض كان في حدا يشتري عندكم حليب وبيض من اليهود؟ تحليل؟ حليب. حدا كان يشتري من عندكم حليب او بيض او خضار من اليهود؟ كانوا ياخذوا منه طب تتذكر مين اللي كان يجي يشتري من عندكم حليب وبيض؟ تتذكر مين كان يجي على القريه من اليهود؟ من اليهود؟ نعم. والله هم ما كوش في جعلين. صحيح. نعم. يعني خارج الكبنية ما بس على حدودهم يطلع. طيب حجي الكبنيات والمستعمرات كانت مخدومة بالكهرباء والشوارع والمي ولا ما كان شوارع؟
المستعمرات حجي حب مشي ها. المستعمرات بكل بكاش حوالي طرق الإنجليز سووا طريق على أسيوط. نعم أسفلت حتى من تمشي مزفت هيك. طيب حجي كان عندهم كهرباء مستعمرات؟ بكاش كهرباء في الأول بس في الآخر صارت عندهم صار كهرباء. ها؟ بحكي عندهم صار كهرباء. صار بالآخر. طيب كان عندهم مية حجي ممدودة حنفيات؟ عندهم بيار. بيار؟ يبحشوا بيار ومية تشتى. نعم. يشرب مية تشتى. طيب يا حجي كفار عصيون كان عدد سكان هذه المستعمرة كثار ولا شوي؟ والله في يمكن 150 200 بس. وعرتوف حجي؟ عرتوف أكثر يمكن 300. نعم. طب حجي كان في بينك وبينهم تعاون زراعي يعني تستخدموا التراكتورات تبعتهم مثلا آلات الزراعة بذار؟ تراكتورات بكاش بكين نحرط على السكتر. اليهود كان عندهم تراكتورات ولا لا يا حج؟ لا بكاش ما بقى بكاش. نعم. منطقة جبلية كله على السكتر. نعم. طيب حجي الأعراس الأفراح كانوا شاركوك اليهود؟ والله قليل. طيب أنتوا كنت ما فيش يعني بيكت بيننا وبينهم بس عبارة عن مرحبا بس. طيب بالأتراح يا حجي لما كان واحد منهم يموت ولا ما كنتوا تروحوا لا لا عصي ولا بس ديال العرتوف. نعم كان يشاركوهم دربان وبعد اسمها إشوع. نعم كان بعد خطرات يشاركوهم في الأفراح. عظيم يا حجي. طب حجي بدنا ننتقل لموضوع آخر. بدنا نحكي عن الطرق اللي كانت تربط قريتك. الطرق اللي كانت تربط قريتك بالقرى المجاورة وبالقدس. يا سيدي احنا في يمكن في الآخر 42 أظن مش عارف 43 بكاش طرق من مرة عنا. نعم الإنجليز سووا طريق فتحوها على بيت عطار. نعم حتى أهل القرية جبروهم شيء بكنا نطلع بيت عطاب ونروح على بيت لحم وعلى القدس وشيء بس أسفلت يصل بلدنا لا. طب حجي لما كنت تروحوا لبيت عطاب عشان تطلعوا بالسيارات كان في سيارات ولا باصات يا حجي؟ باصات بكاش سيارات كان؟ في الآخر صار بكب في بيت عطاب كان بكب؟ بكب يطلع الناس. لمين هذا البكب يا حجي؟ بدي أقول لك شيء. تفضل. احنا بكناش نحتاج نطلع المدينة. نعم. كل شيء من زراعتنا نعيش منه. صحيح يا حجي. يعني الدكاكين هذول بكناش نعرفهم. كل شيء من الأرض. الفكوس، البامية، البطيخ، كله نزرع زرع. نعم. طيب يا حجي، البكم اللي كان في بيت عطاب، لمين هو يا حج؟ البكم. البكم في بيت عطاب لمين؟ واحد اسمه عبد الرسول. عبد الرسول باع شقفة من أرضه واشترى شايف. نعم وصار اللي بده يطلع على بيت لحم ولا القدس يطلع معاه ويرجع. نعم. طب حجي بتتذكر شو كان ياخذ أجرة للقدس؟ نعم شو كان ياخذ أجرة للقدس؟ بقى ياخذ أظن 20 كرش. لا حجي هسه ما بياخذ 20 كرش. هسه ما بياخذ 20 كرش. يمكن شيلين كان ياخذ يا حج. هذا الحكي بك شايف عاد ال 20 كرش. والله العامل غير يشتغل 10 كروش. نعم. طيب حجي في غير البكم هذا ابيت عطاب لا. طيب عندكم في القرية حجي حدا اشترى سيارات؟ نعم. في القرية في سفلى حدا اشترى سيارة قبل 48؟ قريتنا؟ نعم. حدا اشترى سيارة حجي؟ لا. طيب المستعمرة مستعمرة عرتوف أو كفار عصيون كان في عليها حجي بيجي باصات؟ في باص
كان من الرملة يطلع على دربان شايف باص واحد باص يطلع على دربان نعم ويطلع بديت يطلع فيه يطلع على الرملة يطلع فيه نعم كان في النهار مشوار واحد شايف لمين هذا الباص يا حج؟ الباص والله ما بعرف حتى السايق بكى اسمه شمروخ عبد عليه عبد شمروخ؟ اسمه عبد اسمر نعم اسمه شمروخ هو اللي نعم يطلع الصبح ويرجع من الرملة آخر النهار طيب حجي اليهود كان عندهم باصات؟ لا كان بكمات بكمات صغار باصات ما كانش طيب حجي كان عندكم قريب منكم محطة للقطار أو سكة حديد؟ سكة حديد يا سيدي كانت تطلع من يافا على القدس نعم شايف الترين في بيطلع من القدس من يافا للقدس يمشي 10 محطات عظيم شايف فكان نطلع والله من دربان للقدس غير بكل شيء ممتاز في الترين شايف هذا كان يشتغل على الترين حجي بتعرفه اللي كان يسوق الترين مثلا اللي كان في اللي كان يسوق عربي واللي كان ترول عربي شايف اجانب ما فيش كان بلتات حجي تذاكر كانوا يقطعوا تذاكر تذكر يعني تذكر حدا في كل محطة ناظر نعم شايف نروح عليه ونقطع تذكرة شايف ونطلع حجي بتتذكر مين كان سوق الترين؟ نعم كان سوق الترين واحد أظن من بلد اسمها رما لا بتير من بتير ولكن من بتير هذا هو اللي كان يسوق الترين تتذكر اسمه يا حجي؟ والله لا طيب بسيط لا. الناظر تتذكروا الناظر اللي كان في المحطة القريبة منكم يا حجي؟ ها؟ الناظر تتذكر اسم الناظر؟ في واحد اسمه أنيس أظني الله أعلم من الرملة شايف هذا كان محطة وادي الصرار نعم شايف اسمه أنيس عظيم. أبو زيد هتبقى يقولوا له أبو زيد أه. طيب يا حجي لما كنتوا بدكم تروحوا للقرى المجاورة لديربان مثلا مشي كله مشي مشي يا بعد خطرات بعيد من السامعين يركب حمار هذول الحمير كانوا قصدت النكل مش بس واحد نعم. كل الكرة هيك ممتاز شايف وكل دار عنده جمل عظيم شايف هذا الجمل وين بدنا هذا للنقل وهذاك للتنقل وبك بعيدنا سامي خيل عظيم طيب حجي كان في قريب منكم مطار أو مطار؟ نعم ولا حاجة ما في فيش عربية الخيل حج استخدمتوها؟ ها؟ عربية الخيل عربية خيل؟ نعم لا هذه بكت في السهل في الرملة نعم أنا جبال ما بكانش عربية خيل نعم طيب يا حجي بدنا نحكي عن الآثار كان عندكم آثار في القرية؟ ها؟ آثار وخرب في القرية كان موجود؟ آثار؟ نعم أثار زي إيش يعني؟ حكيت لنا عن المغارة هاي. المغر هذول بكذا يكثر. نعم. شايف الناس يحطوا فيهن غنم وبقر وفي. طب حجي هذه المغر. كان لها أسماء. قديمة هذا ما نظمها. عظيم لها أسماء حجي. شو أسماء يا حج؟ في مغارة ظهر جراش مغارة ظهر جراس؟ نعم في مغر في ما لهنش اسماء
نعم. شايف؟ طب هذه المغر عمي كلها صخر. واسعة مثلاً؟ آه واسعة، يمكن 200 غنمة نحطن فيها. شايف؟ وكل خلقة ربانية، مش احنا نسويهن. نعم. كلهن في جبال، في صخور تلقيها في نص الصخر. طب حجي هذه المغر فيها نقوش، فيها كلمات؟ لا لا لا. طب فيها شقف حجي؟ لا فيش. شقف فخارية مثلا؟ لا لا لا. ما فيها؟ لا والله ما. طيب حجي، كمان في معالم أثرية أخرى يا حجي؟ لك خربة كان شغلة. ها تفضل. يمكن خربة كان عبارة. نعم. في مغارة وهم اليهودي طخ برود بينت محن. هذه يا سيدي ذاك تنقط مية من السكر، والمية النقطة التي تطيح تجمد، يمكن علوها في 20 متر، مسوي عمد النقطة، مسوي عمدان عمودين مش عارف ثلاث، غض العمود هيك للأرض للسكر. شايف؟ يعني لما خشينا فيها في بنت في الميكروفون تقول أو على اللمس يعني ما حداش يصيب العمدان، قلت والله ما برد عليها، يوم حسيت اللاهوت زي القزاز ملس. شايف؟ هذا خلق ربانية. شايف؟ الحمد لله. على يجي كل الأثرات بكي يجي عليها يتفرجوا. طيب يا حجي نفسه. في مغارة يا حاج في لبنان اسمها مغارة جعيتة. نعم. في لبنان في مغارة اسمها جعيتة. 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 بالجيم يا حجي. جعيتة. بتشبه هذا الكلام اللي أنت حضرتك بتتحدث عنه. بجوز. نعم. طيب يا حجي شو في غير المغر؟ أشياء أثرية، مواقع أثرية، عمدان. بنايات قديمة، أحجار كبيرة مثلا، شقف. أنا من حد مخلوقات في بقول لك المقارة هذا المغر هذا في صخر عالي في مفتاح فيه. طيب نعم حجي. بقول نحط فيه غنم. شايف؟ وبقر يعني هذول عايشين فيه. طب حجي هذه المغارة اللي انت حكيت عنها بنزل منها نقطة مية، شو اسمها هذه المغارة؟ هي هذه نفسها مغارة تحدي الهواء. نفسها مغارة ظهر جراس ولا مغارة ثانية حجي؟ لا 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 ظهر جراس هذه ثانية. نعم جراس. فش فيها مكان نحط فيها حلال. نعم. بس هذه البخر ذاك عنها هذه اليهود هم يطخوا برود في الصخر بينت. نعم. مش عارف شو اسمها بس روحنا عليها ما عرفت شو اسمها. عظيم يا حجي. طيب حجي كان في أجانب يجوا يصوروا مثلا أو يفوتوا؟ كان الأجانب هذول في أثرات زمان الرومان باكين يدفنوا ناس. نعم. يجي يزور جدودهم، يجي يزوروا هذول مطرح ما دفنوهم. مقبرة حجي يعني؟ لا مش مقبرة عادية، دفنهم في عريق جبل. شايف؟ مش كثار. نعم. شايف؟ في أجانب كانوا هذول قرايب يجي يزوروهم يقعدوا شوي ويروحوا ماشي. من وين هم حجي اللي كانوا يجوا؟ أكثرهم يهود. أكثرهم يهود؟ يعني هذا مغارة التومين بس قلت لك عنها كان اليهود يجوها من نين مكان. نعم. حجي كان معهم كاميرات أو معهم كاميرات محن. كانوا يأخذوا صور للمنطقة. معهم كاميرات وأكل في الجبال. ممتاز يا حجي. طيب حجي بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نحكي عن عائلات سفلى. العائلات. في عائلة غير عائلة عودة حجي في القرية؟ عائلة ايش؟ عودة. فيش. بس عودة؟ بس عودة. ابدا ما في حدا غيركم؟ يعني جدنا خلف ثلاثة وهذول اولاده.
طب مين أولاده الثلاثة يا حج اللي خلفهم؟ نعم أولاده الثلاثة شو أسمعهم؟ تتذكر؟ أولاد مين؟ أولاد عودة. أولاد عودة؟ نعم. يوسف اللي هو جدك يا حج؟ يوسف اللي هو جدك؟ آه. عظيم. وخليل ومحمد هذول أولاده، وباقي ما تبقى ذريته هؤلاء الثلاث يعني. ثلاث خلف. نعم قصدي أبناء القرية ذرية هذول الثلاثة الأشخاص. نعم القرية آه. هم من ذرية خليل ويوسف ومحمد بس. عظيم. طب حجي خلال وجودك وجودكم في القرية قبل الاحتلال، يعني قبل الاحتلال قبل ما تطلعوا من القرية يعني كان يوسف عبارة عن فخذ ولا يوسف ما كانش مقسم مثلا فخذ يوسف فخذ خليل حطة فخذ عائلة صغيرة أو يعني فرع يوسف فرع من دار عودة يوسف نعم ولا يوسف ومحمد وخليل ماشي حال حجي مع الأيام الآن يوسف مثلا فرع ولا بعده جد يعني كله معه. طيب حجي بس حجي تذكر لي إذا في عائلة ثانية. نعم تذكر ما كانش عندك ولا عائلة من برا؟ كان واحد اسمه رشيد. رشيد إيش حجي؟ رشيد شعلان. رشيد شعلان من وين هذا جاي؟ والله ما بعرف يعني. طيب. أنا خلقته هو ده في القرية، هذا مش من الأولاد عودة. طيب وغيره حجي؟ واحد اسمه وكاد. وكاد خليل وكاد. خليل وقاد بس هذولا مش تابعين دار عودة. نعم. طيب يا حجي دار عودة كان مين كان المختار من بينهم؟ عمي. شو اسمه؟ أحمد يوسف. أحمد يوسف عمي أخو أبوه الله يرحمه يا حجي. طيش حجي مين كان في وجهاء في القرية غير المختار؟ والله يا سيدي إذا بدك تسمع اختياريتنا كانوا يعني سيطهم في جميع الكرة الحمد لله. شايف كان ميسورين وحلال كثير، كل يجي يتغدوا عندهم وبكاش زي اليوم تشتري لحمة ذبايح يذبحوا له الحمد لله. طيب حاج تتذكر أسماء إيش؟ بعض الأسماء الوجهاء اللي كانوا في القرية عنا غير أحمد يوسف غير المختار؟ عمي وأبويا واحد اسمه عبد الله. عبد الله إيش؟ عبد الله محمد. طيب يا حاج كان في ديوان في القرية يا حجي؟ نعم ديوان مضافة. عن مين كان؟ من بني المحل اسمها الساحة. وفي ناس بيقولوش المضافة. نعم كل الضيوف اللي يجوا فيها. نعم يقعدوا يسهروا يلعبوا الخيطمة هذه مش عارف شو صينية. نعم طيب يا حجي هذه المضافة وين كان موقعها في القرية؟ في نفس القرية في نفس القرية في النص يعني قصدك؟ في نفس القرية. طيب يا حجي هذه القرية هذه المضافة أو الديوان كان تابع لغرفة أو لبيت المختار ولا كانت مستقلة؟ لا ما مستقلة كلهم يعني كلمتهم واحدة. لا حجي واحد. المضافة مستقلة عن بيت المختار ولا مع بيت المختار؟ مستقلة لحالها. من ايش مبنية يا حجي كانت؟ نعم من ايش مبنية؟ من حجر. حجر حجر. طيب ووسعها يا حج مساحتها يمكن 5x5 بس وفي عليها ساحة. نعم بابها عالدائر يمكن يقعدوا فيها أكثر من 15 واحد 30 واحد. حجي كان في هذا الديوان كان في حمام مثلا ومغاسل ولا؟ فيش حمامات. ما فيش. مش بس في كل الكرة. صحيح. طيب يا حجي نفقات هذا الديوان على حساب مين يا حجي؟ حساب الكرية. حساب الكل. طيب كان في لها حدا يخدمها هذه المضافة ولا كان
أبناء المختار، مين اللي كان يقوم على خدمة هذه النظافة يا حجي؟ هم أصحابين القرية، أبناء القرية يعني. طيب يا حجي، في مكان آخر غير المضافة؟ لا، كانوا الناس يقعدوا فيها أو شيء، بس المضافة. الحرمة هذه لما تيجي عند الحريم، بس الزلام كلهم على المضافة. نعم. طيب حجي، بدي أسألك عن الحالة التعليمية. كان في مدرسة في القرية يا حجي؟ نعم. مدرسة. مدرسة؟ نعم. مدرسة كانت عندنا في بيت عطاب. في بيت عطاب. كل الطلاب يروح عليها. حضرتك رحت على بيت عطاب؟ الحكومة الإنجليزية. عدالة المعارف. آه. حضرتك درست في المدرسة هذه حجي؟ نعم. درست فيها بيت عطاب؟ لا والله أنا ما درست. طيب، في القرية حجي ما كان في كتاب؟ شيخ. شيخ؟ نعم. شيخ يدرس. يدرس؟ نعم. لا لا ما فيش. ما في. طب تتذكر عمي مدرسة بيت عطاب وين كان موقعها من بيت عطاب؟ في طرفها من غرب. من غرب. يعني فيش لازم كف الدور، فيش 10 متر عن الدور. حجي أنتوا لما تروحوا لبيت عطاب؟ ماشي. عظيم. المدرسة بصادفكوا أول إشي ولا؟ لا بقول لك المدرسة بين... المدرسة المدرسة بيننا وبينها فيش ربع كيلو. عظيم عظيم. طيب حجي تقدر توصفني إياها المدرسة؟ ها؟ توصفني المدرسة؟ المدرسة تقدر توصفني إياها؟ يعني وسحة؟ وسحة ومن إيش مبنية حجي وشو لها مرافق؟ مرافق فيش. عظيم. بس غرفتين شايف؟ من حجر؟ كل بين الناس من حجر. عظيم. شايف. كانوا الطلاب يروحوا فيها. شايف. والله بذكر الأستاذ اللي كان فيها من الخليل. شو اسمه يا حجي؟ اسمه حسني. حسني إيش تعرف؟ حسني أبو. حسني من أي عائلة يا حجي هو؟ العائلة عائلة مين؟ عائلة حسني. الله ما بعرف. طيب عظيم حجي. حجي تتذكر انه يعني كان في اقبال من ابناء قريتك على التعليم في بيت اعطاب؟ نعم. كان في اقبال على التعليم ولا ما كان في اقبال؟ والله في. مين من ابناء قريتك درس فيها القريه في المدرسه؟ نعم. مين من ابناء السفلى راح درس في بيت اعطاب؟ اخوي عودة ابو عزمي. هو واحد اسمه العبد. العبد؟ وأخوي الثاني اسمه نمر. نعم. درسوا فيها. طيب حجي المدرسة هذه لأي صف كانت تدرس؟ نعم. لأي صف كانت تدرس هذه المدرسة؟ مدرسة والله ما بعرف. ثالث رابع؟ شايف. بكى من زمان بس يختم القرآن خلص يطلع من المدرسة. طيب. شايف. أخوك. بكاش أسماء. أخوك عودة. كم سنة كان يروح يجي على المدرسة يا حجي؟ كم سنة روح على المدرسة؟ نعم. والله مش متذكر يعني. بجوز. 5 سنين يا حجي تقريبا؟ يعني هيك شيء. طيب حجي عندك معلومات شو كانوا درسوا المدرسين في أو المدرس شو كان يدرس في المدرسة؟ نعم. عندك معلومات شو كانوا يدرسوا الأولاد في المدرسة؟ عدد سكان المدرسة. شو كانت تدرس أخوك عودة؟ إنجليزي مثلاً، عربي، حساب، دين، ولا ما بتعرف يا حاج؟ والله ما كانش هذا اسمه. طيب بسيطة حاج. ما كانش. حاج البنات درسوا عندكم في القرية، حدا من بنات القرية درست؟ نعم. حدا من بنات القرية درست في مدرسة؟ بنات؟ نعم. لا أبداً ولا واحدة. طب حجي في حدا غير اخوك عودة ونمر والعبد درس في هذه المدرسة؟ في. تتذكر اسماء حجي؟ واحد محمد. نعم. محمد العبد وابن عمي يوسف احمد، بس هذول الروح. في علي المحمود عمي درس فيها؟ وعلي المحمود. نعم. طيب حجي
يعني اللي ذكرتهم 1 2 3 4 5 6 اللي انت بتعرفهم، في حدا منهم كمل دراسته حجي بعد بيت عطاب؟ لا، بس لعند بيت عطاب. اخوك عودة اصغر منك ولا اكبر؟ اكبر. اكبر منك؟ اصغر. ونمر اصغر؟ اصغر. والعبد اصغر؟ نعم. طيب اخوك عودة كمل دراسه ولا فقط في بيت عطاب ووقف؟ بس بقول لك يختم القران خلاص يطلع من المدرسه. طيب نمر كمل دراسته حجي؟ اه كمل. وين كمل؟ بس كلهم بس يكمل ما فيش غيرها. نعم. طيب يا حجي كان عندكم مسجد في القريه؟ نعم. مسجد جامع؟ مسجد. نعم. اه وين كان موقعه؟ في مسجد زمان الأتراك الأرمان، هذا الرومان قديم مش احنا بنينا ايام الدولة العثمانية يعني ولي. نعم. لا بحكيش عن الولي الآن، رح نحكي عن الولي. كان في جامع؟ لا جامع ما كان فيه. لا لا لا. وين كنتوا تصلوا يا حاج؟ في هذا المسجد عند الولي. اه الولي. طب كان في حد يرفع الأذان؟ نعم. كان في شيخ يرفع الأذان؟ ولا شيخ ولا شيخ. بدون ما يعني تسمعوا الاذان كنتوا تصلوا؟ اه صارت في الاختي يروحوا يصلوا فيه خلاص. نعم. فيش شيخ ولا في شيخ. طب مين اللي بياذن كان يا حاج؟ كيف كنتوا تعرفوا انه مثلا هذا الان صلاه الظهر الان صلاه العصر؟ ها؟ كيف كنتوا تعرفوا اذا ما كانش في هناك مؤذن؟ ما كان في مؤذن؟ لا. طب كنتوا تسمعوا اذان مثلا؟ نسمع اذان بيت عطاب. عظيم. يعني لما يؤذن كان بيؤذن احدانا. طيب يا حجي هذا المقام اللي حضرتك بتتحدث عنه مقام الولي، شو اسم الولي؟ نعم. شو اسم الولي؟ اسم والله نسيت اسمه، والله نسيت. طيب إذا تذكرت تحكي لنا يا حج. ها؟ إذا تذكرت. ها. تحكي لنا ماشي الحال؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا حجي بس مقام واحد كان عندكم؟ اظني خذ راحتك والله ما طيب حجي بس مقام واحد كان في القريه؟ بس. وين كان موقعه حجي من القريه؟ نعم. وين كان موقعه من القريه؟ في طرف القريه من غربه. من غربه. اه طيب يا حجي كان في عندكم زوايا حجي؟ زوايا؟ نعم. شو الزوايا؟ أصحاب طريقة يعني. أصحاب طريقة؟ نعم. لا لا فش. ما كانش؟ لا ما فش. ولا في القرى المحيطة؟ ولا حاجة. ولا حدا كان يدق العدة ويرفع الرايات يا حجي؟ ها؟ ما حدا كان يدق العدة ويرفع الرايات البيارق؟ شو يسوي؟ يدق العدة. لا 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 أبدا؟ لا. كان في بيت عطاب واحد اسمه الشيخ زياد. الشيخ زياد هذا عنده كان عنده يدك. كان يجي لعندكم على القرية حجي؟ اه كان ينزل ونروح عليه ممتاز حجي. وفي جراش في حدنا من غربة واحد اسمه صباح برضه في عنده دك عنده الشيخ صباح يخلوه الشيخ صباح. اه طيب حجي بدي اسالك عن الوضع الصحي في القرية. نعم. الوضع الصحي في القرية كان عندكم طبيب؟ ايش؟ طبيب كان عندكم؟ طبيب؟ نعم. ولا مكان ولا مركز صحي؟ ولا كان نعرف الطبيب. طب لما نحتاج غير نروح على بيت لحم ونروح عن مين كنت تروح على بيت لحم يا حجي؟ والله ما بعرف. ما تتذكر؟ لا ما بتذكر. طب كان في اطباء يهود او لا. المان؟ ها؟ كان عندكم اطباء يهود او المان لا بيت لا لحم لا في القدس؟ لا لا ما كان. لا ما كان. المستعمره اللي كانت بجانب كفار عصيون او عرتوف كان فيها اطباء؟ اطباء؟ نعم. اه كان في عرتوف. شو اسمه يا حجي؟ والله ما بعرف ناسي. كان لما واحد يروح عليه نادر يروح عليه. طيب ممتاز. لكن في حدنا في حد جراش من غربة دير بيت الجمال. نعم. في معصرة للزيت وفي محل الطحونة يطحن كمح.
طيب حجي، لما كان واحد يحتاج مستشفى، وين كنت تودوه؟ يروح بيت لحم. شو اسم المستشفى اللي في بيت لحم؟ اسمه يا سيدي الفرنساوي، مستشفى الفرنساوي. ولما كنت تأخذ في مستشفى كان يكون للحكومة، مستشفى باب زكاك، باب زكاك في بيت لحم برضو. طب حاجي، لما كنت تأخذ المريض للمستشفى، بيش كنت تأخذوه؟ ماشي مثلا على الحمير أجلك الله، ركب يا عجمال يا أحمر، قبل قبل بكم. اها، ولما صار البكم كنت تودوه على البكم. عظيم. طيب يا حجي، الطب العربي ها؟ الطب العربي الطب العربي يا سيدي كان يكون واحد فهمان هزي يسموه الطبيب العربي. هو بيكفي انه واحد يكون فهمان حجي؟ بس. طيب حجي، كنتوا تتعالجوا بالقرآن التخريج، سامع فيه التخريج؟ نعم. التخريج سامع فيه؟ التخريج؟ التخريج، العلاج بالقرآن. لا إله. والله بك الناس يتعالجوا في القرآن. مين كان حجي يقرأ قرآن على الأطفال مثلا لما يمرضوا أو يسخنوا مثلا؟ كان أخو عودة. مين هو؟ عم اسمه يوسف. شو اسمه أخوك عودة؟ عودة، واحد اسمه يوسف ابن عمي ابن المختار. نعم. طيب حجي، كان عندكم حدا بيعالج بالكي؟ بيعالج ايش؟ بالكي، بالكوي؟ نعم. مين هو؟ في حرمة بكت تكوي وتشرف على الوالدة. طيب شو اسمها هذه يا حج؟ اسمها جميلة. جميلة ايش؟ مرت المختار. وهي كانت وهي كانت داية كانت والدة، وكانت كانت داية يا حجي؟ ها؟ كانت داية؟ وكانت تكوي؟ طيب، وكاسات هواء حجي كنتوا تستخدموها؟ ها؟ كاسات هواء. كاسات هواء؟ كاسات هواء. مين اللي كان يعملها كاسات الهواء؟ واحد اسمه حسين أحمد. حسين أحمد. طيب هذه الداية كانت تأخذ أجر يا حجي ولا مجانا؟ مجانا. وحسين أحمد برضو مجانا؟ ولا تأخذ ولا شيء. وحسين أحمد؟ ولا حاجة. طيب حجي، كان عندكم مجبر؟ مجبر؟ نعم. مين هو؟ في واحد اسمه يا سيدي أحمد خليل. أحمد خليل. هذا كان يجبر الغنم ويجبر البقر. والبني آدمين؟ كان ياخذ فلوس حجي؟ لا، مجانا ولا حاجة حجي. كان في عندكم طاسة الرعبة؟ نعم. طاسة الرعبة كانت عندكم موجودة؟ سفلى الرعبة؟ طاسة الرعبة، طاسة الرعبة، كاسة الرعبة؟ نعم. والله في الله كانت فيه. شو هي يا عمي طاسة الرعبة؟ كان هذه يستعملوها خوف الواحد لما يخاف من الشعر الشعر. نعم، يعني كان بس هيك. خفت انت يا حجي؟ نعم. وانت صغير خفت اشي؟ عمرك شربت مية الرعبة؟ شفتها. شربتها انت؟ لا والله. لا. طيب يا حجي، كان في عندكم مطهر اولاد؟ مين هو؟ مطهر أولاد يا سيدي، في واحد من الجراش اسمه الشيخ صباح. الشيخ صباح. هذا طاهر الولد ويعطوه شوية كمح شغلة. نعم. الله يرحمه يا حج. الله يرحمه. طب حجي، أكثر الطب كان عربي. نعم. كنتوا تآمنوا يا حجي بالحجب وبالشعوذة؟ نعم. كنتوا تآمنوا بالحجب والشعوذة؟ الشعوذة والحزن؟ والحجب، حجبات، الحجاب والشعوذة. كنتوا تآمنوا فيها إشي ولا لا؟ لا. أبداً؟ لا. ولا كان واحد يعملها ولا واحد؟ لا حاجة. الناس والله بتذكر يوم من بكى الواحد يحمي يسوي له شاي ويشرب ويطيب. بطيب، نعم.
طيب يا حجي بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة. نعم نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. بدنا نأخذ استراحة.